هناك العديد منا من شاهد نشرة الأخبار الجزائرية، وخاصة النشرة الثامنة، فتداول عليه العديد من الصحفيين، من بينهم الصحفية أمينة نذير. فمنذ مدة كبيرة لم نسمع عنها أي خبر، فأين اختفت وأين هي الآن؟ وكيف أصبحت اليوم؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. أمينة نذير هي إعلامية مشهورة وصحفية ناجحة تقدم برنامج نشرة الأخبار الثامنة بالتلفزيون الجزائري، فهي رابقة في الحديث وأنيقة المظهر. قالت أمينة نذير أن التلفزيون الجزائري بالنسبة لي بيتي، ولن أترك بيتي ومكاني، فيعتبر التلفزيون بالنسبة لي مدرستي الكبيرة التي تعلمت واستفدت منها الكثير والكثير. بدأت أمينة نذير حياتها كصحفية وليست مذيعة كما يعتقد البعض، لذلك هي دخلت في مجال الصحافة والإعلام، وقدمت استقالتها من التلفزيون الجزائري سنة 2019، وهذا بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها التلفزيون. فهي قد كانت صحافية فقط في الأول، وكانت تجرى اللقاءات مع الكثير من وغيرهم من الناس في بعض الأوقات، ولكنها بعد ذلك قد درست الإعلام في كلية الإعلام بالجزائر لكي تدخل مجال الإذاعة والتلفزيون. أمينة نذير في قناة العربية. لقد أثار أول تصريح، والتي تقول أو تنص أن أمينة نذير تغادر التلفزيون الجزائري، كما انتشرت بشكل كبير عن تركها برنامج النشرة الإخبارية التي تقوم بتقديمه على 8 بتوقيت الجزائر، وذلك بعد فترة غيابها والتي دامت شهر وأسبوع. وأكدت أنها ليس لديها أي حساب شخصي على الفيسبوك، وكافة الصفحات التي تحمل اسمها ما هي إلا حسابات وهمية. والجدير بالذكر أن أمينة نذير قد عملت بالتلفزيون الجزائري عام 2007، وقد منحها إبراهيم صديقي المدير السابق للأخبار بتقديم النشرة الإخبارية منتصف الليل، وبعد ذلك قد منحها جمال بن علي رئيس التحرير بتقديم الحصة الثقافية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.